إلينا أستاذ إيهاب، أهلا بك معنا. يعني امبارح كان في استراحة محارب على ما يبدو ضمن عمليات التصحيح اللي تنازلنا عن 17,000، اليوم السوق عاد ليشتد عزمه ويستعيد هذه المستويات. هل كانت بالأمس فقط تريحة بسيطة بعد صعود قوي وعدنا لاستمرار هذا الصعود برأيك من جلسة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو ما اقدرش اقول طبعا ان هو السوق عاوز الصعود، لان هو احنا لو بصينا على المؤشر اي جي اكس 30 وحتى الاي جي اكس 100 والاي جي اكس 70 هنلاقي ان في تباطؤ واضح جدا في العزم على مدار الاسابيع اللي فاتت. يعني المؤشرات وصلت الى قمه، يعني زي مؤشر اي جي اكس 30 اللي هو عن 17750 او يعني قرب من القمه الرئيسيه اللي عن 18000 نقطه، ثم بدا يتراجع حاول عليها ثاني ما قدرش يتجاوزها. فيعني واضح تماما ان على مدار الثلاث او اربع اسابيع اللي فاتوا في تباطؤ شديد جدا في العزم سواء على المدى اليومي او المدى الاسبوعي. فالسوق في المرحله اللي احنا فيها دي اعتقد ان هو محتاج يتجاوز المنطقه دي بشكل واضح وصريح، بالاضافه الى ارتفاع او عوده لل 3 مليار ثاني وال 2.5 مليار اللي شفناها من بعد على طول تحرير سعر الصرف او الخفض الثاني. وبالتالي نقدر نقول ان احنا فعلا تخلصنا من الاشارات السلبيه اللي موجوده على مؤشرات العزم سواء في اي جي اكس 30 او الاي جي اكس 70. الاي جي اكس 70 نفس الامر برضه تقرب من ال 3075 نقطه ثم بدا يتراجع، حاول عليها مره ثانيه ما قدرش، حاول مره ثالثه ما قدرش. كل هذه الامور بتقول ان احنا اقصى الاحتمالات اللي ممكن تحصل ان احنا نتحرك عرضي في المناطق اللي احنا فيها دي، يعني ما بين الصعود والهبوط لحد ما نكتسب العزم الكافي على تجاوز هذا المستوى. اهم حاجه طبعا في الاي جي اكس 30 ان احنا ما نكسرش منطقه ال 16000 او ال 15700 لسه. نعم، اليوم الأنظار ما زالت على الصكوك، ويمكن كنا عم نتحدث فيها قبل قليل أستاذ إيهاب اللي ستبدأ الحكومة يعني بصكوك دولارية بتسويقها. عملية الإقبال عليها هل ستعكس ثقة وربما تدحض يمكن التصنيفات التي قدمتها وكالات التصنيف الائتماني سابقا حول الاقتصاد المصري؟ لا، يعني ما اعتقدش طبعا ان التصنيف الائتماني هيتاثر بشكل كبير جدا بحجم الطلب اللي ممكن يكون على السندات. يعني ممكن تبقى الفايده مرتفعه نسبيا وبالتالي تكون اكثر جاذبيه. لكن مما لا شك فيه ان هو احنا عارفين ان احنا هنرجع لهذا الاتجاه مره ثانيه للبحث عن موارد دولاريه سواء عن طريق الصكوك او طرح سندات مره ثانيه لحد ما نبتدي نعود لفكره طرح الشركات في البورصه زي ما يعني دوله رئيس الوزراء اتكلم اكثر من مره وقال ان هو في الاول كانت 20 شركه ثم بعد كده 32 شركه. فاحنا في الوقت الحالي في انتظار هذه الشركات سواء عن بقى طرح مستثمر استراتيجي او طرح في البورصه لي يعني تعويض العجز الكبير اللي حاصل في الموارد الدولاريه يعني القصه بقى اللي موجوده في اسعار الفايده في الوقت الحالي على الجنيه الغريبه جدا واللي الحقيقه يعني غير مفهومه. يمكن انا قلت لحضرتك من اسبوعين على مساله الغاء شهادات ال 25% اللي هي يعني كنت مستبعدها لكني فوجئت بالفعل انها اتلغت. احنا كده بنتكلم في يعني فايده سالبه بتقارب ال 12-13%. يعني احنا عندنا الفايده اقصى فايده 16-17% في ظل تضخم 31%، حاجه جديده يعني. يعني انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه. مش بنقول ان احنا عايزين نعلي الفايده، ولكن اللي بيحصل ده يعني بينم عن حاجه غريبه جدا. فانا مش عارف هل البنك المركزي هيلجا لرفع جديد مره ثانيه، وان كنت انا يعني شايف ان ده هو الاقرب في اول اجتماع. او هيبقى في طرح لشهادات مره ثانيه سواء 25% او بنسبه اقل لحد بس ما يحصل التباطؤ او التراجع في معدلات التضخم السنويه اللي حصلت عند 30% او حتى على المدى الشهري اللي هي 24.7 او 24.5 على ما اذكر. يعني كل ده مما لا شك فيه طبعا مأثر بشكل كبير جدا على معدلات التضخم الكبيره اللي احنا شايفينها واللي بيعاني منها يعني غالبيه الشعب المصري في الوقت الحالي. سريعا، نتائج اي فاينانس شفناها واستمعنا من رئيس مجلس الاداره استاذ ايهاب، يمكن ما عنده خيار لزياده حصه الطرح بالسوق، لكن الادراج المزدوج قد يكون خيار عم تدرسه الشركه الان دون الافصاح طبعا عن الاسواق. هل سنرى يعني خيار مشابه للشركات للفتره المقبله بالتوجه الى ادراجات مزدوجه بعيدا عن زياده الحصه؟ ممكن طبعا للاستفاده من الاسواق الخارجيه وان يبقى في تداول على السهم بعملات اخرى. ودي لجأت ليها الشركات زمان بعد 2003، شركات كثيره جدا لجأت لهذه الفكره في بورصه لندن تحديدا وشهادات الايداع يعني. لكن يمكن السهم رغم ان احنا شفنا
التحسن الكبير في نتائج الاعمال، او اللي هو تحقيق اقصى ارتفاع في نتائج اعمال الشركه، لكن السهم مش بيعبر عن هذا الاداء نهائي. يعني شفنا برضو تقريبا شكل مؤشر الاي جي اكس 30 عند المستوى 19 وبدا يتراجع لحد 18 جنيه، لكن يعني انا اتصور برضو ان هو هيميل للحركه العرضيه، مش هيبقى فيه تاثر قوي بنتائج الاعمال الكبيره. شان طلعت مصطفى برضو اللي طلع نتائج اعمال قياسيه، او يعني ارباح تقارب ال 2 مليار جنيه او تتجاوز 2 مليار جنيه، لكن اداء الاسهم نفسه الحقيقه مش بيعبر عن هذا الامر، ولا حتى بيعبر عن الانخفاض اللي حصل في قيمه العمله. واضح تماما ان السوق لسه محتاج عزم اكتر من كده عشان يقدر يعوض الفروقات دي كلها. ونشكرك سيد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية شكرا سابقا، شكرا جزيلا لك. شكرا.